من لا يعرف هذا سواء في مومباي، لندن، نيويورك أو بكين؟ الأماكن تزداد ضيقاً واستخدام وسائل النقل العام بدلاً من السيارة أفضل للمناخ. أليس لدينا ما نفعله حيال الازدحام؟ هذا القطار يفكر بذكاء ويوفر في ساعة الذروة مساحة أكبر للركاب أو عربات الأطفال أو مستخدمي الكراسي المتحركة. اسمه قطار الأفكار، وهو مشروع تعده السكك الحديدية الألمانية للقطار المحلي المستقبلي. الفكرة الأساسية لقطار الأفكار للمدينة هي كيف ينبغي أن يبدو شكل القطار المحلي المثالي في المستقبل من وجهة نظر الركاب. يوجد حيز للوقوف والعمل بالكمبيوتر لتوفير المساحة، كما يمكن تعتيم النوافذ بحسب الرغبة. نعرض ما هو ممكن، واعتماداً على الحاجة أو المنطقة التي يتم فيها استخدام مثل هذه القطارات يمكن اختيار أشياء معينة. في المعارض تظهر القطارات المعتادة، لا شيء رائد. أول سكة حديد مسننة في الصين تعمل منذ عام 2022 وتوفر قدراً أكبر من الراحة. من يرغب في المزيد من الراحة عليه السفر على الدرجة الأولى في هذا القطار السويسري مع مساند للقدمين وتدفئة للمقاعد. في المستقبل ستكون هناك شاشة كبيرة في القطارات عالية السرعة في فرنسا مع بث مباشر، كما أن هناك العديد من الإمكانيات كما هي الحال في قطار الأفكار. عرض المحطة ليس في شاشة المقدمة فقط، التعرف في القطار على مخرج المحطة الصحيح، ما هي الأفكار التي سيتم تنفيذها فعلياً. قبل كل شيء المعلومات للركاب، هذا الأمر أصبح مهماً وثابتاً بشكل متزايد لأننا نعيش في عالم معقد. يتعلق الأمر بالحصول على معلومات بديهية بسرعة. أشرطة العرض هذه التي لدينا هنا على الجانبين هي موضوع يجب أن نواصل متابعته في المستقبل. والإضاءة موضوع مهم لأنه مرتبط بجودة فترة التنقل. هذه موضوعات وجدت ردود فعل جيدة بالفعل، وأنا متأكد من أننا سنرى بعضها في القطارات في المستقبل. كما يجب أن تكون الابتكارات جذابة للركاب، وعندها سيصبح تشغيل القطارات مجدياً. ومن المؤكد أن الركاب حول العالم سيكونون ممتنين لو توفرت لهم مساحة أكبر. والآن سنعرض شيئاً للأشخاص الذين يفضلون السفر بالدراجة. هل يجب أن تبدو الدراجات بنفس الشكل دوماً؟ ليس بالضرورة. لقد بحثنا عن أكثر نماذج الدراجات غرابة ووجدنا بعضها، وبالإمكان رؤيتها أيضاً على قناتنا على فيسبوك. هل يمكنكم ركوب دراجات بعجلات مربعة؟ مطلقاً. قام صانع الدراجات هنا بصنع دراجة بعجلات مثلثة. وأخرى بنصفي عجلة. وما رأيكم في بعض الرفاهية؟ هذه الدراجة مصنوعة من ذهب عيار 24 قراطاً، بما في ذلك التروس والدواسات، وقد بيعت في دبي بمبلغ 250 ألف دولار، لذا لا نوصي بركنها في الشارع. وهنا نرى دراجة سادة، صوتها المنخفض ويمكن طيها لتصبح بحجم مظلة. أتشعرون بالنعاس؟ ما رأيكم في سرير على عجلات؟ يمكنكم رؤية المعالم السياحية من على دراجة برلين هوريتسونتال دون الحاجة إلى النهوض من السرير. هل تعرفون دراجات بموديلات غريبة أخرى؟ إذن هل ترغبون في إنشاء شركة أيضاً؟ هل تبحثون عن التوازن بين العمل والحياة؟ أم أنكم تبحثون عن حلول للحرارة في المدينة والازدحام في القطار؟ نأمل أن نكون قد ألهمناكم ببعض الحلول. إلى اللقاء.